السلام عليكم يا احلى متابعين، وكما ديما جبت لكم قصه جديده وطبعا غادي تعجبكم. سميتي زينب، في عمري 21 عام، ساكنه في الدار البيضاء، قريت حد الباك، ومني سقطت فيه طبعا خرجت من القرايه ما جابش الله. عايشه الحمد لله بخير. احنا يا اسره متكونه من خوت واخ، انا الثالثه. عندي اختي كبر مني، مزوجه واحد الشمكار. هذاك الشمكار جوجات به كي صبحها عصا ويمسيها بالعصا، حيت كانت مصاحبه معاه قبل الزواج. المهم بحال نقولوا تزوج بها صحه. كتجي ديما غضبانه وترجع، عندها جوج وليدات، طلعت لينا الصراحه في راسنا بصداعها ومشاكلها. ديما الصداع، ديما جايه غضبانه. حتى واحد النهار بابا طلع ليه التهم، قال لها يا اما بنتي تجلسي في دارك نيشان، يا اما تطلقي وجي لدار باك نيشان، ما تبقايش غاده كل مره ساعه جايه غاده. هو اصلا قال لها هكاك غير باش ما تجيش، حيت اصلا ما بغاها لا تطلق لا والو. طلعت له فراسو بلي يمشي ويجي، قالها ما تعاوديش تبقاي غاده جايه، ما انتي مطلقه، ما انتي مثبته في دارك. امني كتجي غضبانه كتعاودي ترجعي غير بلا ما تجي. من النهار الاول هي من داك النهار اللي قالها بابا ديك الهضره تقلقات بزاف، وما بقاتش كتجي في مره قليل وصافي، حتى من هضرتها قللت. انا كنت خدامه في واحد المكازات ديال الحوايج ديال الرجال، كيبيعوا حوايج زوينين لي بارفان، داكشي شيك وداكشي ديال الناس تقريبا اللي لاباس عليهم. واخا كان الخلاص على قضيه الحال، ولكن الحمد لله كنشكروا الله على هاد الخدمه. كانوا كيجيو كليان نقيين. واحد الايام كان كيجي واحد السيد زوين بزاف، بوكو الصراحه، تكون عنده شي كده 30 عام، شيك غزال كلاس. غير كيدخل بخوت ما كيجي بزاف، كيدخل وكيبقى يدير فيا شي نظارات بشكل انا وليت كنعرفو غير بريحته، حيت الريحه ديالو سبحان الله كتبقى لي في نيفي. غير من كيجي كنتلف، لان تعامله معايا كان بشكل بحال قولوا عينو فيا. بقى كيجي اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار كنت ساليت خدمتي مع ديك جوايه الغدا، يلا سديت المحل وانا غدا في الطريق كنحس بشي حتى بهني. بقى كيعيط عليا مادموزيل مادموزيل، درت وقفت نشوف شكون، عرفتو سلم عليا قال لي كي دايره لاباس عليك بخير، سمحي لي الا برزتك شي حاجه. قلت له لا لا ماشي مشكل هانيه. قال لي نتغداو بجوج الا ما كانش عندك مشكل. قلت له مرحبا. جلسنا هدرنا، صراحه انسان مصواب كيعرف يهضر، عجبني بزاف تعرفنا. قال لي شوفي انا راه ما عندي لا مع خروج لا مع دخول، انا معقول وبغيتك صراحه بنتي لي داخله سوق راسك خدامه بدراعك، انا شحال هادي وانا منتبه ليك وما لقاش صراحه احسن منك. المهم عجبني الحال بزاف، وبقيت كنقول مستحيل ويلي واش انا كنحلم، يعني هذا كامل معايا انا. تعرفنا لواحد المده ديال شهر هكا في التليفون، مره نتلاقاو، يعني داكشي محترم. جا فعلا لدارنا لانني في حاله صراحه كنت كنحلم. انا من عائله شويه فقيره، وكنتبارك الله بدارو بخدمتو طوموبيلتو، راه باش تلقاي راجل كامل مكمل فهاد الوقت راه شي حاجه اللي شبه مستحيله. انا صراحه ما متيقاش. جا لدارنا، تعرفوا دارنا مع دارهم صراحه بغاوه، عجبهم لانه بكل بساطه انسان لاباس عليه كيبان زوين ونقي. وصراحه الوالدين هادشي اللي كيتمنوا لوليداتهم، غير يلقاو شي راجل لاباس عليه. غير حاجه وحده، راه هو مطلق، واخا هكاك دارنا قبلوه. واخا كنت صراحه كنت كنقول راه موحش، ولكن قبلوه حيت انا كنت عارفه مطلق. درنا ضريب صداق، الموضوع صراحه اللي كان خاصني نهضر فيه بزاف ونتعمق فيه ما هضرتش عليه. كنت ضايخه ضايخه بيه، وضايخه في التعامل ديالو، كان كيجيب لي لي كادو، المهم كان كيتعامل معايا مزيان، كنت نقول غادي نعيش فوق السلك معاه. كنت سولتو علاش طلقتي، قال لي ما تفاهمناش وصافي. المهم كنا كنخرجوا مره، اغلب هدرتو كانت غير على طليقته. لاواه زوينه حادقه دايره، قلت له واش كتهضر عليها بحال هكا، واش انت مازال كتبغيها؟ قال لي نو ما كنبغيهاش نهائيا، انا غير كنقول كلمه الحق وصافي باش تعرفيني انا حقاني، راه واخا انتيا في ظهرك راه كنهضر عليك زوين. المهم ما عطيتش الموضوع صراحه واحد الاهميه، المهم معنيناش. الحمد لله دات كل شيء مزيان، تزوجنا على سنة الله ورسوله، رحت لعندو لدارو. واش غادي نقولكم، ما شاء الله تبارك الله الرحمن، دارو مقومه بكل شيء، الفراش تبارك الله، الصالونات، الكوزينه اخر ما كاين، المهم كل شيء متيول كل شيء مقاد.
دوزت الليله ديال الدخله معاه، كان صراحه التعامل معايا مزيان، يعني ما فيه حتى شي حاجه ناقصه. وكنت دائما كنقول في بالي ويلي علاش تطلق، راه ما يمكنش شي مره تخلي الراجل كامل مكمول بحال هذا، غير احماق الصراحه. المهم الايام الاولى دازو كلهم عزل في لوس، وكندير جهدي نوجد نتقاد نتهلا في راسي في داري فيه شويه. الراجل وليت كان يعني كان طيب بحال هكذا، الغدا ياكل كيقول لي شي حاجه ناقصه، عرفتي شنو مرتي الاولى كانت كديرو صراحه بنين، كانت طيابها ديما نقول، كان كيبقى فيا الحال، وخصوصا انا كنشوف الراجل كيشكر في تليخسو قدام وجهي. قلت ليه شوف ما تبقاش تبقى تشكرها هكا قدامي، راه انا ما كيعجبنيش الحال، حيت انا داكشي اللي في قلبي كنخرجو، اللهم نقولها له في وجهو وتبقى ليا في قلبي. كيقول لي لا والله انا غير كنقول الحق وصافي، بصراحه عيق بهذا الحق ويلي. المهم كان دائما كيهضر عليها، سيت مادة بزاف بزاف، غير قلت له شي حاجه ولا هضرت معاه في شي موضوع ولا اي حاجه كيجبد ليا طليقته. فلانة عمرها ردت عليا الهضره، فلانة كانت كتلبس على ذوقي، فلانة كان شعرها طويل ورطب، فلانة كانت فورمتها غزاله، فلانة هكا دير معايا هادي وكتفعل معايا. وملي كنتقلق كيقول لي اغي كنضحك معاك اغي كنشد فيك. واحد الايامات امو كتجي ضايفه عندي، ما نخلي صراحه ما نوجد، كنكبر بعائلته، انا حطها الشلايد ها اللحم بالبرقوق ها الدجاج. وليني اش غنقول لكم، امو حريميه فيها نقر بزاف، تنقر كتجلس عند ولدها بالشهر بالشهرين. دابا عاد فهمت يمكن مرتو الاولى علاش طلقات، حيت مستحيل تخلي شي راجل بحال هذا. ايوا منين كنهضر مع الراجل كيقول لي مي هذيك ادخل البيت يتنعس فيه، دارها هذه تحسبها دارها، راه دارها نيت شغلها هذاك. فعلا والله الا بعض المرات كتقول له بغيتي بيتك راه كيعجبني امتسع فيه الباركو، والبيت الاخر راه كيخنقوني. ايوا حنا كنخرجوا البيت الاخرين هي كتبقى ناعسه ليا في البيت، والحاره حاره حاره بزاف، مجهده، والراجل فينا هو ما مسوقش نهائيا. حتى نهار الحد كنت كندلك ليها هكذا عن قوه، يقول لي يا فلانه يديها رطيط بنتي يديك بحال الراجل وكيضحك. وانا صراحه داك النهار بالضبط عصبتي بزاف، نوضناها ديال بصح، تفرقعت عليه كشي بوطه، ويقول لي شوفي تقبليها ولا قاعده تقبليها، فلانه احسن منك، نقيه عليك، زوينه عليك، كل شيء فيها زوين. وملي قبلتي عليا وقبلتي بالراجل المطلق راه خصك تكوني عارفه ديري جهدك واكثر من جهدك باش تكوني احسن من الاولى. ايوا بحال انا تقول داخله للصراع ما داخلاش للزواج، كان كيجي من الخدمه يتغدى في الدار، ما بقاش كيجي حتى للسته يبدل ويخرج عند صحابو ولا يمشي عند خوه. حتى اللي انا عييت من هذه الحاله، انا عييت بزاف وما نكذبش لكم، انا ما يمكنش ليا نطلق، حيت اصلا كيما عاودت لكم اختي راجلها كيقتلها اصلا، والدار ما بغاوش تطلق، يعني هي ما بغاوش غيبغيوني انا نطلق من هذا. كنقولها للوالد ديالو، وصراحه حشمت صراحه وما راضياش، وخفت المشكل يكبر، كنقول نهرب لشي بلاصه ما يعرفني حتى شي واحد فيها ولا نتظاهر كاع عييت. راه هذا الشيء راه مشكل كبير بزاف، ما عرفت صراحه ما عرفتش دوخني وما عرفت ما ندير، ملي هو كيبغيها لهاد الدرجه هذا وعلاش تزوج بيا انا، علاش ما رجعش ليا من الاول، والله ما عرفتش هذا الابتلاء هذا صابني، والله ما فهمت كيفاش، منين هو خفت غير منين هو كيبغيها ما يزوجش بيا صراحه من الاول، ما يكرفصني ما حتى شي حاجه، ما يضيعني ما حتى شي حاجه، يبقى مع مرتو منين هي يديها رطبين بيضة شعرها طويل يبقى معاها. انا ما عمرني ما شفتها طليقته اصلا، ما عمرني ما شفتها، ولكن باينه من داك النوع حتى شي واحد الانسان، يمكن انا ما اظن قاريه واعيه على ما سمعت عليها، ما غاديش تسوق لواحد فحال هذا وبخدمتها، معذرو كيحماق عليها ما تسوقات ليهش، باينه ساسو وانا وحلت فيه السيد مريض كيقيل يهضر في طليقته ورجع ليها. المهم اخوتي والله ما عرفت شنو غادي ندير، الله يحفظكم السر اللي ما قولوا لي شنو غادي ندير، انا راه ما نكذبش عليكم، انا راه التجأت لقناه ماي ستوري حكايتي وعاودت للسيده وقلت ليها بالتفاصيل شنو تقول لكم، الله يسهل عليكم قولوا لي شنو خصني ندير في هذه المساله هذه، واش نميك عليه واش، المهم عطيوني شي حل من غير انني نطلق، الله يرحم بها الوالدين.
ايوا خوتي، هذه القصه ديال اختنا زينب. صراحه ما نكتبش عليكم، انا كيما نتوما كتعرفوا عليا ما كنعرفش نقول شي واحد النصيحه ولا شي حاجه، حيت تقدر النصيحه ديالي ما تعجبوش ولا تكون يعني ماشي شي نصيحه اللي تستاهل. وتبارك الله معنا كنعرف المتابعين ديالي، كاينين ناس بعقلهم، كاينين ناس تبارك الله واعيين قاريين واصلين. كنتمنى منكم كاملين تجاوبوها الله يسهل عليكم. كاينين عاوتاني ربات البيوت معنا في المتابعين ديالي، كاينين حتى الناس هكذا مزوجين، كاينين بنات. مهم كنتمنى منكم كاملين تقولوا ليها شي حل اللي يقدر يعني يقدر يوصلها لشي حل في الدار. واخا صراحه والله ما عرفت، انا اللي عليا اللي نقول لك اختي وهو صبري صبري وميكي ولي دارها الله هي اللي كاينه. واي حاجه ادعي الله سبحانه وتعالى، راه الله اللي قادر يبدل لك حياتك ويبدلو حتى هو، ادعي معاه بالهدايه الله يهديه. هادشي اللي نقدر نقول لك، وبسلامه عليكم، تلاقاو في قصه جايه ان شاء الله.